كابتن ندى وليد وكابتن آية خالد، بنرحب بيكو على موقع في الجول بعد نهاية موسم الطايرة. نبتدي في البداية، حققتوا 3 ألقاب من 4، دوري وكأس السوبر، وخسرتوا بطولة أفريقيا في الآخر. بتقيموا موسم الطايرة في الأهلي زي بعد ما خلص؟ هو طبعا احنا كسبنا 3 بطولات محليين، يعني بالنسبة لنا ده كانت حاجة طبعا كبيرة، بس كنا عايزين ناخد افريقيا، فلما احنا خسرناها طبعا يعني التقييم مش هيبقى احسن حاجة. يعني برضو شفنا ان مجلس الادارة او النشاط الرياضي صفحاته بيكرموكوا بجلسة تصوير مع الالقاب اللي حققتوها. شايفين ان ده يعتبر برضو تقدير للي انتوا عملتوه في الموسم، ولا برضو في جزء اللي هو لا متضايقين بسبب افريقيا؟ هو اكيد ده متضايقين، اكيد هنفضل متضايقين لحد ما ان شاء الله السيزون الجاي نحقق افريقيا، بس برضو يعني الاداره مقدره المجهود اللي احنا عملناه وال3 بطولات اللي احنا اخدناهم، برضو ما كانش الموضوع سهل، فهم مقدرين الموضوع ده ووصل لنا، واكيد دي حاجه بسطانه. بس افريقيا دي هتفضل برضو بالنسبه لنا حاجه مضايقانا لحد ان شاء الله ما نحققها تاني. الموسم ده عموما كان فيه صعوبات كتير من البداية للنهاية، ايه أبرز الصعوبات اللي واجهتكو سواء في البداية أو في الآخر؟ هو السيزون كله فعلا كان صعب جدا، ان احنا يعني احنا فجأة معانا جهاز جديد، فطبعا ان احنا نتعود على بعض دي كانت في الاول كانت صعبة قوي. بعدين بقى اصعب حاجة كانت بالنسبة لنا ان احنا كنا في فاينل الدوري، تاني ماتش خسرناه 3-0، كانت حاجة غريبة جدا بالنسبة لنا ان احنا كنا كسبانين اول واحد 3-0، وقلنا خلاص الدنيا ان شاء الله هتمشي كان هي سهلة، يعني طبعا ما مشيتش سهلة، كل حاجة اتدمرت بالنسبة لنا في تاني ماتش. بس فتالت بقى ماتش اللي هو بيبقى الفيصل ده بيبقى اصعب حاجة في الدنيا بصراحة. يعني في اختلاف الموسم ده عن الموسم اللي فات. الموسم اللي فات الأهلي حقق الدوري، خسر الكاس. الموسم ده الأهلي العكس، بدأ بداية قوية جدا، سوبر، بعديها الدوري، بعديها كاس. ايه الفرق اللي حصل ما بين الموسم اللي فات والموسم ده؟ السيزون اللي فات برضو الضغط النفسي كان كبير قوي، كبير قوي زيادة عن اللزوم عن السيزون ده، والسيزون ده الدنيا بدأنا نتأقلم، خلاص الدنيا عدت فبدأنا نتأقلم على بعض. زي ما قريت ان جهاز جديد، فالاول كان الدنيا صعبة شوية ان احنا ناخد على بعض ومش متعودين على تمرين الجهاز الجديد، فالدنيا في الاول كانت صعبة، بس بعدين الدنيا السنة دي أهدى نفسيا شوية في الموضوع الأهلي والزمالك والحتة دي، بس الحمد لله الدنيا أحسن، حاسسين ده أحسن من السنة اللي فاتت. أول بطولة كانت السوبر، كانت بطولة شهدت حاجة أنتوا مش متعودين عليها، وهي إن في حضور جماهيري. استقبلتوا ده إزاي في الماتش، خصوصا إن هو مش زي الدوري من 3 ماتشات، لا ده اللي بيكسب هو اللي بياخد البطولة. الضغط اللي كان عليكوا عرفتوا تتعاملوا معاه إزاي؟ هو طبعا السوبر دي بطولة يعني بجد هي صعبة جدا زي الكاس بالظبط يعني، بس احنا لما جه جمهور احنا اتبسطنا، يعني احنا بجد نفسنا الجمهور يرجع تاني، لان اخر مرة الجمهور جانا تقريبا في 2018، فكان من كتير قوي، فاحنا لما عرفنا ان الجمهور جاي وبجد اتبسطنا قوي وادانا دافع. بس الماتش ما كانش سهل خالص، يعني احنا والزمالك كنا ماشيين نقطة بنقطة، حتى وصل ل5 جيم، بس عشان ده بسبب الجمهور، يعني كل فرق يعني كل واحدة يعني فرقتنا وفرقتهم كان عندهم حماس كبير قوي، فانا شايفه ان ده حاجه هتنجح الفولي قوي لما الجمهور يفضل موجود بصراحه. وجود الجماهير ده بيمثل عليكم ضغط جامد، ولا انتوا جوه الملعب مش حاسين باللي بيحصل حواليكم؟ لا بالعكس، هو مش ضغط على قد ما هو حماس، بيخلينا متحمسين قوي ان احنا عايزين نلعب احسن حاجه عندنا ونطلع احسن حاجه عندنا عشان نخلي الجمهور مبسوط، زي ما هو جاي يشجعنا ويبسطنا احنا برضه نبقى عايزين نرد له الموضوع ده، فبيخلينا متحمسين اكتر بكتير. وبعدين جوه الماتش ما انت مش بتبقى حاسس وش سامعين اللي بيحصل؟ يعني ضغط الماتش مش بيخليك حاسس باللي بره اللي بيحصل بره، بس حماس، هو الموضوع كله بيبقى حماس في الملعب. كان موسم يعتبر مميز ليكو جدا من البداية، سواء مع منتخب أو مع النادي. يعني بطولة أفريقيا الأهلي خسرها، بس انتوا الاتنين كسبتوا جوائز فردية، مع منتخب كسبتوا جوائز فردية. شايفين ايه السر بتاع التألق بتاعكم انتوا الاتنين تحديدا الموسم ده؟ والله بص، هو بجد هو توفيق ربنا يعني، بس احنا فعلا تعبنا قوي يعني السنين اللي فاتت ديت، وبجد وايه انا برضو شاهده على تعبها، لا احنا تعبنا قوي عشان نوصل لحاجه زي كده، وده كان نفسنا قوي، فاحنا بجد اتمرنا كويس قوي قوي، يعني ده مش من سنه خالص بصراحه، يعني ده سنين احنا تعبنا فيها، والحمد لله ان ربنا يعني عوضنا بكل حاجه حصلت زمان. يعني يعني آية تحديدا جيتي الأهلي تقريبا 2021 لو أنا فاكر صح، من قبلها كنتوا في الشمس، كان جيل قوي جدا، وكمان كنت مع منتخب كسبتي جائزة أحسن لعبة في أفريقيا في 2016، فأنت البداية كانت من بدري قوي. فشايفة أن أنت اتأخرتي شوية
اول ما جيتي الاهلي وابتديتي ترجعي تظهري تاني، ولا هو نفس الاداء في الثلاث مواسم؟ هو من ساعة ما جيت الأهلي، أنا قبل ما أجي الأهلي كان قبليها بسنتين كان عندي إصابة، كان عندي جدير بصليبي وعملت عملية، فالموضوع كان شوية صعب عليا إن أنا أرجع بعد الإصابة. بعدين جيت الأهلي، الأول كان أوريدي فيه لعيبة أصلا في مركزي، طبعا كانوا أحسن لعيبة في مصر يعني، فأنا كنت جاي الأهلي وعارفة إن فيه لعيبة أصلا في مكاني، فكانش هدفي إن أنا أبقى يعني أساسية في الملعب على قد ما أنا الأول، أنا أول حاجة هدفي أنا عايزة أروح الأهلي ألعب في الفرقة دي طبعا وكل حاجة. بعدين أخدتها موضوع واحدة واحدة. الموضوع في الأول كان صعب، كان تحدي قوي من ساعة ما جيت الأهلي إن أنا أثبت نفسي وإن أنا أثبت لكل الناس إن أنا لأ أنا كويسة وقدرت إن أنا أرجع من الإصابة تاني أحسن من الأول، فكان تحدي بالنسبة لي، بس كنت شغالة على نفسي إن أنا أحاول أرجع تاني والحمد لله ربنا وفق. الثلاث بطولات اللي حققتهم سوبر، دوري، كاس. السوبر والدوري كانوا قدام الزمالك في الفاينل، الكاس كان قدام الشمس، طبعا مش منافسة زي الزمالك، بس تحديدا السوبر كانت أول بطولة في السيزن بعد السيزن اللي فات. الأهلي واخد بطولتين والزمالك واخد بطولتين في موضوع قريب قوي، كمان أول بطولة بحضور جماهير. هل دي كانت أصعب واحدة فيهم، ولا تقييمك إن كان في واحد الدوري أو الكاس أصعب؟ لا بصراحة أنا كنت شايفة إنه الدوري أصعب، لو إن الدوري يعني ما مشيش 5 جيم بس هو أصعب، لأن أنت برضو دي سلسلة، دي سلسلة طويلة. السوبر هو ماتش واحد أنت بتخطفه، بيبقى نفسيا أنت داخل هو صعب بس اللعب فيه بيبقى أسهل، هو خلاص أنت ماتش خلاص خطفته أنت خلصت. لكن الدوري أنت لو خسرت أول ماتش بيبقى عليك ضغط كبير جدا إن أنت تاني ماتش لازم تكسبه، لازم ترجع أحسن. فأنا بصراحة بشوف إن دايما السلسلة دايما أصعب بكتير. بمناسبة النظام الجديد اللي هو نظام سلسلة الدوري، يمكن تلعب في الكاس برضو السنة اللي فاتت، هل انت شايف ان النظام ده أفيد، ولا زي زمان مثلا الدوري فرق معينة بتلعب بعض رايح جاي واللي جايب نقط أكتر هو اللي كسب، مين النظام الأفيد؟ هو أفيد إن هو يعني بيحط الفرق بيبقى ليها فرصة، يعني ممكن فرق بيبقى ليها مش ليها فرصة قوي إن هو لو ماتش واحد إن هي تعمل حاجة، ده لكن النظام القديم، قصدي النظام الجديد اللي هو 3 ماتشات، إن هو أنت ممكن خسرت ماتش ممكن تعوض تاني ماتش لسه عندك فرصة تاني، ففي فرق بتستفيد من الموضوع ده. بس هو برضو متعب جدا جسديا ونفسيا إن أنت بتلعب ماتشين ورا بعض. ده يوم كنا نلعب فاينل مع الزمالك ماتشين ورا بعض جامدين جدا، يومين ورا بعض، والسيزون اللي فات لعبنا 3 ماتشات في 3 ايام ورا بعض، فالموضوع بيبقى مجهد جدا نفسيا وبدنيا. بس مش عارفه الصراحه يعني. يعني يمكن غير الفاينل كمان بيخليكوا تلعبوا بعض اكتر، يعني مثلا لو في 3 في الفاينل، في قبليهم تقريبا 2 في جزء بتاع المجموعات اللي في بدايه البطوله، في الكاس، في السوبر، لما بتلعبوا بعض كتير ده بيبقى خلاص بقى الموضوع خدنا عليه، ولا لا بالعكس كل ماتش ضغطه بيبقى اكبر؟ هو عشان احنا كل ما بنلعب بعض اكتر كل ما بنحفظ بعض اكتر، فالموضوع بيبقى اصعب في كده انك خلاص انت حافظ اللعيبه اللي قدامك، فبيبقى اللعب اصعب ان انت مش عارف انت عارف قوي اللعيبه دي مثلا هتضرب كذا، فانت مركز قوي مع اللعيبه دي هنا، هو ده اللي بيخلي الموضوع اصعب. طب هل النظام ده بيفرق معاكوا في المنتخب، بيخلي المستوى اعلى؟ طبعا المنتخب السنه دي اصلا عالي قوي، يعني احنا في المنتخب بجد مشاركتنا في كل البطولات بقت جامده لو احنا رايحين ناخد البطوله، وده بسبب صراحه الدوري، يعني احنا هنا في مصر البولي ابتدى يعلى قوي، فعشان كده كل ما نزود الماتشات الفاينلز مع الزمالك انا شايف ان دي بتبقى احسن كتير بصراحه. ان احنا ماتشات الرايح جاي ديت انا بالنسبه لي مش حلوه خالص، يعني انت بتلعب كل الفرق، فانت عقبال ما بتوصل للماتشات الصعبه انت تكون خلاص نمت اساسا في السيزون كله، فهي دي كانت السنه دي انا بالنسبه لي كانت احسن سنه في الماتشات بصراحه. المنافسات بقت قويه جدا في الطايره سيدات، وفعلا منتخب شفناه اعلى السنه دي من السنين اللي فاتت. امتى نقدر نقول ان المنتخب بقى هيرجع تاني بقى ياخد افريقيا بقى لها حوالي 20 سنه؟ امتى ممكن يبقى في اولمبياد، كاس عالم، طموحات تزيد؟ يعني اظن ان احنا خلاص احنا بقينا قريبين قوي من كده، احنا اخر افريقيا احنا لعبناها احنا طالعين تاني، وصلنا من كينيا دوره الالعاب اللي احنا رحناها في غانا كسبنا طلعنا اول، فاحنا على الطريق، يعني ماشيين على الطريق الصح ان احنا نقدر نحقق افريقيا، نقدر نطلع اولمبيكس ان شاء الله. ففعلا الدوري خلى المنتخب مستوى عالي جدا، واظن ده باين يعني في مشاركاتنا في المنتخب، فاحنا قريبين جدا من ده. حققتوا الثلاثيه،
ايه طموحكم الموسم اللي جاي او طموحكم عموما مع الاهلي الفتره اللي جايه؟ السنه الجايه طبعا يعني الرباعيه صراحه، يعني احنا مش هنبقى داخلين غير ان احنا اول حاجه طبعا في دماغنا احنا عايزين ناخد افريقيا دي كده كده يعني، بس ان شاء الله السيزون الجاي ناخد الرباعيه كلها. المحترف دايما بيكون لي دور، شفنا محترفتين الموسم اللي فات، الموسم ده محترفه واحده بس يمكن تاثيرها كان باين للجمهور اكبر بكتير، ممكن لان هي كان اغلب النقط الصعبه كانت بتبقى عندها. شايفين تأثير تانيا بوكايم معاكم كان ازاي؟ وفكرة تجديدها الموسم جديد، هل ده يديكوا استقرار انكم تعودتوا على لعب بعض، ولا خلاص ممكن يكون لعبها اتحفظ بالنسبة للمنافسين؟ احنا عشان ناخد على محترفة بناخد وقت كبير، يعني احنا مثلا بنقعد اول شهرين ثلاثة انت بتحاول تاخد يعني تتأقلم على المحترفة. ممكن انا اكتر واحدة احس بالحوار ده لان هي بيبقى جنبي في الاستقبال، فبتبقى حاجة صعبة قوي ان انت فجأة بيجي لك واحدة انت ما تعرفش هي بتعمل ايه، فانت بتحاول تتأقلم، هي تتأقلم عليها وانا اتأقلم عليها، فبتبقى صعبة قوي بصراحة. فانت لما بتبقى خلاص خلصت السيزون كله احنا بنيجي بنتأقلم عليها في اخر السيزون خالص، فبيبقى يعني بالنسبة لنا احنا خلاص عدينا بكل حاجة صعبة، فان احنا نكمل معاها تاني السنة الجاية تبقى اسهل لينا، يعني ان احنا خلاص احنا عارفين هي اخرها فين اولها فين واحنا بنبقى عارفين بعض في الملعب، فبالنسبة لنا دي حاجة بتبقى مريحة اكتر بصراحة. طب بالنسبة لأي تبقي في حالة صد بيبقى برضو صادق محترفة هي اللي بتشوت، فان هي تبقى متكررة وتبقى حفظت لعبها احسن ولا لا يعني ما بتفرقش عموما؟ بالنسبه لي انا كهي معايا في الفرقه هي اكيد نافعاني عشان محترفه فضربها من عادي، فاكيد فايداني انا كبلوك ان انا اطلع بلوك لضربه اعلى من الطبيعي. ممكن الفرق الثانيه يكون بالنسبه لهم هيبقى لعبها محفوظ شويه، فهي برضو بس هي برضو احنا رايبه خبره، هي يعني مش صغيره احترفت في كذا حته كتير، فهي اظن عندها الحته ان هي تعرف تغير لعبها ما تخليش اي حد يحفظها بسهوله، فدي برضه ميزه فيها يعني. اي يمكن تانيا قالت في يعني في الفيديو بتاع تقديمها ان يمكن من الاسباب اللي خلتها تجدد ان هي كانت واعده ان هي ناخد 4 بطولات فخدت 3 بس، فهل ده واضح ان هو يعني انتوا اتكلمتوا مع بعض بعد بطوله افريقيا ان لا خلاص الهدف من دلوقتي للموسم الجاي لازم ناخد ال4 بطولات اولهم افريقيا، ولا ده برضو احساس شخصي ليها هي بس؟ لا هو احنا ده احساس لينا كلنا يعني، حتى من غير ما نتكلم مع بعض هو كل واحد عارف ان احنا عايزين افريقيا، يعني احنا مش محتاجين نتكلم. بلس ان تانيا اصلا شخصيه هي ما بتحبش تخسر، يعني حتى في التمرين لو مثلا عاملين جيمات عادي وخسرت لا هي ممكن تتخانق يعني، فهي شخصيه يعني اكتر واحده تتضايق قوي في الخساره، فاعتقد ان هي عايز تكسب افريقيا، وهي اصلا كانت جايه يعني مصر هدفها ان هي عايز تاخد بطوله افريقيا، فدي حاجه بالنسبه لنا طبعا تحفه. يعني انت معاك محترفه هي بجد يعني عايزه تكسبك باي طريقه يعني، فطبعا لا دي حاجه كويسه جدا طبعا. طبعا نتكلم بقى على بطوله افريقيا بعد الثلاثيه المحليه، هل انتوا شايفين يمكن شفنا تصريحات كتير ان البطوله دي بالثلاثه اللي فاتوا، هل ده نفس الاحساس اللي وصل لكم ولا هي ما بتحسبش كده بالنسبه لكم؟ هي ما بتحسبش كده، بس احنا برضو بالنسبه لنا احنا كنا عاملين مجهود قوي واحنا كسبنا الحمد لله 3 بطولات، بس افريقيا بالنسبه لنا كانت اهم بطوله في السيزون عشان بيبقى ليها طبعا طعم تاني وعلى ارضنا، فخسارتها بالنسبه لنا كانت صعبه، يعني احنا الموضوع صعب بالنسبه لنا. بس هي مش بتحسب ان دي بدول، يعني دول حاجه وافريقيا حاجه تانية، دول ليهم اهميه وافريقيا ليها اهميه تانية، ف يعني ما اقدرش اقول ان دي اقدر احسب دي بدي. طب ندى لو نفس المقياس كسبتي 3 بطولات وخسرتي افريقيا، طب لو كان حصل العكس كنت هتبقي راضيه عن الموسم انك خسرتي 3 بطولات بس كسبتي افريقيا؟ لا طبعا مستحيل، يعني انا هبقى بالنسبه لي انا كسبانه بطوله من 4 بس دي لا، يعني طبعا هفرح بافريقيا طبعا بس برضو لا يعني مش هتبقى بالنسبه لي انا عوضت ال3 بطولات، مستحيل اصلا، لان انت بتلعب في 3 بطولات محليين مهمين جدا، فانت ازاي تمحي كل ده عشان بطولة؟ فأنا بالنسبة لي مستحيل. كان بقى جوه الماتش نفسه، الماتش كان تنافس فيه كبير جدا، بس شوفنا في الشوط الرابع والأهلي كسبان 2-1 النتيجة بقى 19-14، إيه اللي حصل بعد كده؟ هل مثلا أنتوا وصل لكم إن خلاص إحنا كسبنا البطولة فده اللي ظهر في الأداء سرحان ولا سوء توفيق؟ يعني إيه اللي أنتوا حاسين إيه اللي حصل بعد 19-14؟ هو احنا كنا مش حاسين ان احنا كسبنا، يعني احنا مش مجاش في دماغنا ان احنا واحنا في الملعب ان احنا خلاص كسبنا، لا طبعا هو يعني ما ينفعش تقول ان انت مثلا كسبان 5 نقط فانت كسبت البطوله، مفيش حاجه اسمها كده عندنا في البولي يعني، بس هي الفكره انه حصل سرحان توهنا قوي في الملعب وتحس ان ما كانش فيه توفيق، يعني هي تحس ان هي مش مكتوبه، يعني لو
احنا خلاص انت فعلا لو كنت كسرت نقطه بس انت كنت خدت البطوله، بس هو ربنا ما كانش رايدها بصراحه. كابتن ايه شايفه برضو ان السبب سرحان، ولا كان في مثلا بعض اللاعبات خلاص حست ان في ثقه زياده ان خلاص هناخد البطوله؟ ما حسيتش ان حد في الملعب حس فجاه ان هو خلاص احنا كسبنا، على قد ما هو كان في عدم توفيق. يعني احنا كان في الوقت ده برضه كنا بنحاول على قد ما ان احنا نوقف الزمالك الفتره دي، بس كان في عدم توفيق ان هي ما كانتش مكتوبه لنا ان احنا يعني ناخد البطوله. طب الشوط الخامس كان الزمالك متفوق في البدايه، اغلب اللي كان بيتفرج كان متوقع كده بعد ما الاهلي كان متقدم فرق كبير ان خلاص بقى الزمالك هينزل الشوط الخامس يكسب، وكان تقريبا وصلت 4-0 في الاول، قدرتوا تتعادلوا 4-4 وفضلتوا نقطة نقطة لحد 13-13. واحكوا لي الأجواء بقى في الملعب، شوط فاصل وجماهير ما وقفتش تشجيع هنا وهنا، الضغط جوه الملعب كنت عاملوا ازاي مع كل ده؟ لا هو الشوط الخامس ده أصعب شوط، يعني زي ما انت قلت احنا خسرنا الشوط الرابع بطريقة غريبة جدا، فاحنا نزلنا الشوط الخامس هما معنوياتهم أعلى كتير، لأن هما بجد كانوا جايين من خسارة بالنسبة لهم، هما أصلا حتى في الملعب كان باين عليهم انت خلاص هما خسروا البطولة، فإن هما يرجعوا الشوط الرابع كده فهما معنوياتهم كانت أعلى كتير جدا مننا، فده طبيعي إن احنا ننزل 4-0 ليهم. يعني احنا الحمد لله إن احنا عرفنا نعوض ده ونجيبهم، بس لا يعني الموضوع في الشوط الخامس غير أي حاجة، يعني هو بيبقى نفسي مش فولي خالص لان انت بتلعب نص شوط يعني، فالموضوع صعب. لكن جمهوره كده انت في الشوط الخامس ده انت ولا بتبقى دهريان بجمهور ولا بقى باللعيبه جنبك، انت بتحاول تركز ان انت بس ال 15 نقطه دي تركز فيهم، فالموضوع بيبقى صعب قوي. يعني بيبقى الشوط الخامس ده مش بيبقى فولي خالص، مش بيبقى مين احسن بصراحه. طب عملتوا ايه في النفسي ان انتوا النفسي خلاص بقى اقلوا محبطين عشان ترجعوا، خصوصا ان انتوا كنتوا خسرانين 4-0، فيعني على الورق كده خلاص انتوا بتسلموا، بس لا رجعتوا وفضلتوا ماشيين نقطة بنقطة، فايه اللي عملتوه عشان تعملوا كده؟ هو مش بنسلم على قد ما هو طبيعي يبقى فيه هزة في أول الجيم عشان الجيم اللي حصل في الجيم الرابع ده طبيعي، بس أول ما وقفنا بعد 4-0 وبدأنا نقطة نشتغل نقطة بنقطة بنقطة، بدأنا نقلل أخطائنا وبدأنا تاني ثقتنا ترجع تاني، يعني احنا لسه في الماتش ولسه في الجيم ولسه قدامنا فرصة، فابتدينا نرجع تاني. هو ده اللي خلانا متمسكين لحد اخر كام نقطه في الماتش. يعني بنرجع لسنتين لورا كان الاهلي تقريبا متسيد كل البطولات، دلوقتي بعد ما نقل 5 لعيبه من الاهلي للزمالك حصل تنافس كبير جدا، شايفين ان الاهتمام باللعبه زاد بعد الانتقال ده؟ اه طبعا زاد، يعني هو بالنسبه لنا المنافسه دي ان هي قوي دي حاجه في مصلحتنا احنا، او ممكن تبقى بالنسبه لنا حاجه وحشه ان احنا ابتدينا ممكن نخسر بطوله كل سنه او حاجه، فبالنسبه لنا دي حاجه احنا مش متعودين عليها، بس هي بجد حاجه بتدينا دفعه قوي ان انت لما بتكسب بطوله بتحس بيها. احنا في الاول ما كناش بنحس، اللي هو احنا داخلين الماتشات احنا داخلين هنكسب باي سته في الملعب باي حد، احنا كده داخلين نكسب، فما كناش بنحس بالمكسب، لو احنا بجد كنا بنقضي واجب. دلوقتي لما بنكسب يعني اي بطوله بنكسبها بجد احنا بنحس ان احنا لا احنا تعبنا في البطوله دي عشان ناخدها، فدي بالنسبه لنا دي حاجه كبيره قوي. يعني انا نفسي المنافسه دي تستمر، يعني انا شايفه ان كل ما تستمر احنا بجد احنا بنعلى قوي، يعني ما افتكرش ان في اي واحده فينا في الفرقتين كانت هي دي نفس مستوى من سنتين، فدي حاجه بالنسبه لنا دي مصلحه لينا جدا بصراحه. طب هل الرحيل ده فعلا ادى فرص بقى، يعني في 5 مشوا 5 اغلبهم اساسي، هل ده اداكوا بقى فرص اكتر ان اللي ما كانش بيلعب بقى بيلعب اكتر، اللي ما كانش قدراتها ظاهره للجماهير ظهرت؟ كمان هل ده فرق مع ناس ان هي ما كانتش تروح المنتخب بقت تروح بسبب ان بقت تاخد فرصه اكبر في الاهلي؟ اكيد اكيد ده طبعا في خلى في فرصه الناس تثبت نفسها، ناس فجاه بقينا فجاه ما فيش غيرهم فتحطوا تحت مسؤوليه ان هو لازم يثبتوا نفسهم، واظن ان اي حد اتحط تحت المسؤوليه دي يعني عمل كل اللي عليه واثبت نفسه، فهي ادت فرصه فعلا لكل الناس، فده خلى في المنافسه كل واحد عايز يطلع كل اللي عنده وعايز يثبت نفسه، خلى المنافسه عاليه، خلى اصلا حتى في التمرين مستوى عالي عشان كل واحده عايزه تطلع كل اللي عندها عشان عايزه تثبت نفسها. جه في مصلحه اي حد اللي حصل ده في الطايره عامه، الدنيا المستوى بقى اعلى، الماتشات بقت مستوى اعلى، زي ما انا دقيت اي بطوله دلوقتي بدنا بناخدها بقى ليها طعم مختلف، ان احنا فعلا بنبقى تعبانين عشان ناخدها، بذلين اقصى جهدنا، بنبقى حاسين بقيمتها قوي، فلا هو فرق الصراحه. طب الانتقال ده جه في صالحكم، بس هل بقى عمل هزه جوه الفريق برضه، الثقه بتقل شويه ان خلاص كنا فريق قوي قوي
دلوقتي او حتى ممكن احنا فريق قوي بس المنافسة بقت اصعب، الضغط بقى اكبر، التركيز عليكوا بقى اكتر. هو حصل السنة اللي فاتت بجد الموضوع كان صعب قوي، لان انت 5 من فرقتك منهم يعني ناس اساسي، يعني انت فجأة في يعني كذا حد في الفرقة من 6 اللي بيلعبوا انت فجأة شلتهم ما بقوش معاك، بلس ان دي يعني انت مين ناس بقالهم سنين معاك، فاهم؟ فالموضوع كان صعب قوي نفسيا بالنسبة لنا. بدأنا اصلا السنة اللي فاتت احنا مش عارفين نلعب، يعني احنا لسه مش متعودين على بعض، يعني بجد هو الستة اتغيروا، يعني كانوا 6 بقوا 6 تانيين خالص. فنن اصلا الفرقة تعرف تجمع نفسها وان هي ترجع تبقى حافظة بعض، الموضوع صعب جدا. يعني احنا بجد احنا عملنا معجزة بجد، لان انت عشان تتعود على فرقة انت بتاخد سنين، يعني انت بتخيل مثلا في كل سنة بيجي لنا محترفة بنقعد شهور نتعود عليها وهي واحدة، فتخيل بقى الستة كلهم. فالموضوع السنة اللي فاتت كان صعب، يعني وصل لحاجة كنا بنخسر اشواط من فرق سهلة جدا، يعني اللي هو ما ياخدوش مننا اصلا 10 نقط بس. اللي انسجام كان الموضوع صراحة مستحيل، فان احنا اصلا نبدا السيزون السنة اللي فاتت ان احنا نكسر وناخد الدوري، فكانت دي حاجة بالنسبة لنا دي حاجة ما تتنسيش بصراحة. بس السنة دي لا خلاص، يعني احنا السنة اللي فاتت كانت كل حاجة صعبة حصلت السنة اللي فاتت، السنة دي الدنيا بقت سهلة، هي بس يعني كل حاجة دلوقتي بقت سهلة جدا بالنسبة لنا كإحنا مع بعض كفرقة. بس طبعا المنافسة قوية جدا، فانت غصبا عنك ممكن يقع منك بطولة بس مش أكتر، لكن كإحنا مع بعض لا احنا بقينا كويسين قوي. كان في أكيد اهتمام بيكو وناس عارفاكو وكل الكلام ده، بس الاهتمام فجأة زاد أضعاف أضعاف. فجأة أول ماتش أهلي وزمالك بعد قصة الانتقال، الاهتمام بالتلفزيون إعلام، كمان محمد صلاح نزل إن هو بيتفرج على الماتش، أنتوا استقبلتوا الكلام ده إزاي؟ استقبلناها كانت حاجة حلوة، عشان إحنا كان نفسنا دايما إن اللعبة تبقى الناس كلها بتشوفها زي بقية الألعاب، عشان إحنا الكرة الطايرة مش برضو مش معندهاش نفس شهرة بقية الألعاب فبالذات البنات، فدي كانت حاجة كان نفسنا فيها. فأما بدأت تحصل طبعا أكيد في الأول كنا مستغربين الوضع شوية، بس بعدين خلاص يعني اتأقلمنا على الوضع والدنيا، ودي كله في مصلحتنا، يعني كله في مصلحتنا إن الناس تبقى بتشوف الفولي، ودلوقتي كمان عشان المنافسة عالية فبمستوى أحسن، فأظن الناس دلوقتي حبت إن هي تتفرج على الماتشات بتاعتنا على طول، بقى كل الناس بتتابع مستنية ماتشاتنا إمتى، فدي حاجة مصلحتنا أكيد. هل الوضع برضو اتغير في التعامل ما بينكم بقى وبين أصحابكم اللي كانوا معاكم في الفريق ودلوقتي بقوا منافسين؟ هل ده عمل شوية في العلاقة بره الطايرة الموضوع بقى مختلف، ولا لا الموضوع ملوش أي علاقة؟ السنة اللي فاتت الموضوع كان صعب، يعني عشان احنا فجأة كله بعد عن كله، وبقى في كل واحد عنده تشالنج ان لا احنا عايزين نكسب، لا احنا عايزين نكسب، واحنا عايزين نثبت ان احنا احسن، عايزين نثبت ان احنا احسن، فطبيعي ان الموضوع كان صعب قوي السنه اللي فاتت، يعني العلاقه اتوترت شويه السنه اللي فاتت بصراحه يعني. لكن السنه دي احنا اللي يعني اللي نفعنا ان المنتخب كان في نص السيزون، فاحنا كنا بجد لازم نتعامل مع بعض كويس، يعني اصلا مفيش اي حاجه بيننا وحشه، يعني كل واحد يعني ليه حق انه يختار عايز يلعب فين، يعني دي حاجه كل واحد ليه حق فيها يعني. بس لكن المنتخب في النص ده ساعدنا قوي ان احنا نرجع ننسجم مع بعض، احنا لازم ننسجم مع بعض في المنتخب في الاول وفي الاخر، انت بتمثل بلدك يعني. بس فبالنسبه لي السنه دي الدنيا كانت ماشيه كويس، يعني كل واحد عايز يكسب طبعا. في الملعب احنا ما نعرفش بعض، يعني احنا في الملعب ما فيش اي حد يعرف التاني، بس انت وانس انك كسبت مبروك، خسرت هارد لك خلاص الموضوع انتهى يعني. لكن في المنتخب ما كنتوش بتتكلموا مع بعض في الموضوع ده وخلاص الموضوع عدى، ولا برضو لسه في جزء كده من بنتكلموا مع بعض فيه؟ لا أظن خلاص الموضوع يعني بالنسبة لنا خلاص خلص، وبنتعامل عادي جدا بنجمع في المنتخب بالدنيا خلاص، مجرد أصلا ما الماتش بيخلص خلاص بنتعامل مع بعض عادي، الدنيا مفيش حاجة ما بيننا يعني، هو بس طبيعي في الماتش عشان شدة الماتش وأجواء الماتش وأهلي وزمالك، فطبيعي جوه الماتش بيبقى الدنيا مشدودة، لكن أول ما خلص الماتش خلاص الدنيا عادي مفيش مشكلة يعني. طب هل حصل كده دخل شك إن هو لا دي هزة كبيرة كده ممكن الفريق ما يقدرش يرجع تاني، ولا انتوا كنتوا واثقين ان حتى لو هناخد وقت والاهلي هيرجع تاني زي ما هو؟ لا طبعا كنا واثقين، لان احنا برضو انت الاسامي اللي بتلعب دلوقتي يعني حتى لو انت مثلا احنا عندنا البنش اللي عندنا اللي هو مثلا فجاه انت بقيت تلعب، لا هم ناس يعني اقوياء جدا يعني اسامي يعني، فطبعا كنا واثقين في نفسنا وواثقين ان الموضوع مش هيبقى سهل خالص، وان احنا هنتعب جدا بس في الاخر هنوصل اللي احنا عايزينه. فبالنسبه لنا الموضوع كان يعني ممتع، انت فجاه لقيت نفسك ناس صغيره فجاه احنا اللي بنلعب، فبجد الموضوع بالنسبه لنا كان لا كان حلو قوي وكان تشالنج لينا قوي قوي قوي، بس احنا كنا واثقين ان احنا في الاخر هنوصل يعني. بالنسبه للعقود شفنا كان في تجديدات السنه اللي فاتت بعد القصه دي، فانتوا عقودكم مع الاهلي لحد امتى؟ وهل مثلا لو حد عقده هيخلص
في كلام على تجديد او حاجه؟ احنا لسه عقودنا مستمره اربع يعني لسه فاضلنا، انا لسه فاضلي 3 سنين يعني في الاهلي، فلسه مجان 3. انت اقل ولا اكتر؟ اقل، ناقص لي سنتين. لكن الكلام ما بيبقاش دلوقتي بقى على تجديد عشان لسه سنتين. اه يعني ممكن يبقى في اخر السنه اللي جايه دي مثلا. قررين انكم مكملين في الاهلي؟ اه طبعا ان شاء الله. تدعيمات السنه دي بخلاف تانية المحترفه، كان في محترفة تانية ومشيت، برضو ده أثر عليكوا إزاي؟ وتاني حاجة، تقريبا ما فيش صفقة غير ندى حمدي اللي جبتوها السنة دي، هل برضو انسجمت معاكوا على طول؟ هو احنا دايما متعودين أصلا إحنا بيجينا محترفة واحدة بس، يعني هي السنة فاتت بس اللي كانوا اتنين. اه هي السنة فاتت السنة الوحيدة اللي جات لنا محترفتين، فإن احنا نلعب واحدة بس دي حاجة مش غريبة علينا يعني، فما تأثرناش بصراحة يعني. بلس إن احنا عندنا ناس كتير قوي تقدر تلعب يعني. اه طبعا محترفة هتبقى أفيد لينا في أي مركز، بس انت برضو عندك يعني المحلين الموجودين كويسين قوي، فاحنا ما تأثرناش خالص يعني لما المحترفه مشيت. وبعدين لما ندى حمزي جت لنا، ندى حمزي يعني بجد هي لعيبه كويسه قوي، وهي صغيره، فهي يعني احنا بقينا صغيرين كتير، فهي من جيلنا، فهي دخلت معانا عادي وما كانش في اي حاجه، بالعكس احنا اصلا ساعدناها يعني، احنا من مصلحتنا ان احنا ندخلها ما بيننا، فالموضوع ما كانش صعب بصراحه خالص. طب الناس كانت بتتكلم السنه اللي فاتت مع بدايه الموسم ان في 5 أو 6 مشوا، فمنطقي ان الاهلي هيجيب 5 أو 6 مكانهم، ده ما حصلش. هل انتوا برضو كان نفس التفكير، ولا انتوا كنتوا واثقين ان هي المجموعه دي اللي مكمله؟ لا بس هو مش طبيعي يعني ان الخمسه اللي مشوا يجيب مكانهم 5 تانيين، عشان اوريدي انت الفرقه فيها ناس كويسه يعني دايما، حتى البنش بس الاغلب هيكون ناشئين بقى يعني، ناس صغيرين بس دايما حتى البنش بتاع الاهلي لعيبه كبيره ولعيبه كويسه، فهو كان الوقت ده ان هو يديهم فرصه ان هم يلعبوا. المدرب طبعا عنده ثقه فيهم، اداهم ثقه لاي حد اتحط في المكان ده، فالناس كلها، فالتمرين بقى فيه دايما تشالنج، كل واحد عايز يثبت نفسه، كل الدنيا بقت كل واحد بيطلع احسن ما عنده. هو ده اللي خلانا نرجع بسرعه من اللي حصل ده. فكنت شايفه حتى ان هو الموضوع مستدعي ان احنا كان ممكن نجيب 5 مثلا 6 مكان اللي مش يعني، احنا الدنيا الحمد لله عرفنا ان احنا نظبط نفسنا، والفرقه لمت بعضها وطلعنا احسن ما عندنا، والحمد لله الدنيا ماشيه كويس. في الاخر عدد بطولات كبير، القاب فرديه انتوا الاثنين ما شاء الله بتحققوها باستمرار. بصين بقى مش للموسم الجاي، للفتره اللي جايه عموما، سواء الاهلي او المنتخب، بصين لها ازاي؟ يعني هدفكم مع كده هنعمل ايه؟ طبعا هدفنا ان احنا نكمل اللي احنا وقفنا عنده يعني، احنا هدفنا طبعا السنه الجايه ان احنا نكسب كل حاجه، وطبعا يعني المنتخب احنا نفسنا ان احنا نطلع اولمبيكس يعني، واحنا فرصتنا بجد قريبه يعني. احنا يعني انا تقريبا بالنسبه لنا احنا لو كسبنا افريقيا اللي جايه ديت من كينيا، اعتقد نقدر نوصل لاولمبيكس 28، فدي بالنسبه لنا حلم حياتنا. وعند السنه الجايه طبعا بطولة عالم، السنين الجايه تبقى اصعب من اللي فات يعني. اه السنه اللي فاتت كانت صعبه، والسنه دي كانت صعبه برضو جدا، بس اللي جاي بقى اصعب، لان انت في الاخر انت بتحاول بقى ان انت تخش مع الناس اللي بره، فطبعا ده هيخلينا ان احنا نشتغل اكتر، وان المنافسه لما تزيد اكتر ده يبقى في مصلحتنا جدا ان احنا نقدر ننافس بقى بره يعني، ده ان شاء الله ده نفسنا بصراحه. كابتن ايه، ونفس الموضوع، احنا اكيد في النادي ان شاء الله نحقق كل البطولات اللي هدفنا السنه الجايه، وفي المنتخب طبعا اول حاجه دي اولمبيكس، واحنا في الطريق يعني ان احنا ان شاء الله باذن الله نحقق الموضوع ده. وطبعا الموضوع اصعب في ان احنا نحافظ بقى على النجاحات اللي احنا فيها، على المستويات اللي احنا فيه، ده بيبقى صعب انك تحافظ عليه، ومحتاج مجهود كبير يعني، مجهود اكبر من اللي احنا عملناه. ان شاء الله ربنا يوفقنا ونبقى قد المسؤوليه ده ان شاء الله. بمناسبه المنتخب برضو، غير التنافس اللي بقى في الدوري، احنا شفنا بقى في اكتر من محترفه، في ندى معوض، في اي نادي، في كان في سهيله قبل ما تيجي الاهلي، حاليا في دانا شوقي. انتوا شايفين المحترفات دول بيفرقوا معاكوا ازاي؟ وهل انتوا حد مثلا جاله عروض او هدفه الاحتراف ولا لا؟ هو طبعا الاحتراف ده يعني بيقوي من فرقه المنتخب يعني، طبعا شفنا دلوقتي ندى معوض، شفنا اي النادي وسهيله، كل واحد يعني انت شفت مستواه كان عامل ازاي قبل وبعد. طبعا انت بتطلع بره بتلعب مع ناس كويسه جدا، فده بيزيد من انت خبرتك وبيزيد من لعبك، بتتعلم حاجات كثيره جديده، فاه لا دي حاجه مهمه جدا.
وانا انا حلمي طبعا ان انا احترف، يعني الموضوع طبعا يعني في دماغي جدا، وان شاء الله يعني نقدر ان احنا كلنا نحترف، لان احنا ده في الاخر المصلحه برضو لمصر يعني. ايوه اكيد الناس اللي احترفوا بره دي اكيد طبعا لما بيجوا للمنتخب بيفيدونا اكيد، عشان بيبقى عندهم خبرتهم بتوسع فعلا، بيتعلموا حاجات اكتر، فبيبقى مفيد لينا طبعا في المنتخب قوي. واكيد لو في فرصه للاحتراف اكيد اكيد نفسي، يعني حاجه كويس. هنسألكوا بقى أسئلة سريعة، لو كل واحدة فيكم هتختار للتانية لعبة تكون مميزة فيها غير الكرة الطايرة، تختاري لها ايه؟ لعبة؟ انتي باسكت كيكة؟ تنس. إجابة مقنعة. ندى تلعب تنس؟ نعم تلعب تنس. مقتنعين بالإجابة؟ مقتنعة جدا. تمام. لو واحدة بس من بره الأهلي هتجيبوها للأهلي، كل واحدة برضو تختار؟ هي النادي أو ندى معوض الاثنين. لا أنا برضه ممكن اختار أي اختاري ندى ونبدل. مين أصعب بلوك بتيجي قدام؟ كينيا، بلوكات كينيا دايما لما أصعب بلوكات يعني في كأفريقيا يعني. مين أصعب منتخب؟ أصعب منتخب كينيا طبعا. طب مين أصعب جمهور لعبته قصاده؟ يعني سافرتوا كتير برضو، لعبته في أجواء مختلفة. اعتقد الكاميرون، رغم ان كينيا متفوقة اكتر. بس هما كاميرون شعب كده. يعني. طيب لو في نقطة ماتش مثلا ماشي ايكوال، وفي الاخر نقطة هتتلعب لو جت هتكسبوا الماتش، انت تبي عايزة الكرة تروح لمين؟ محترف. ايا كان اسمها ايه ولا يعني ايا كان طبعا محترف. ممكن يكون في حد اجمل من محترفة في الفريق؟ يعني هو دايما المفروض المحترفه هي اللي تبقى اكبر فيها، يعني تبقى اجمد واحده المفروض هي تكون اكتر شيء يعني اكتر خبره في الوقت ده ان هي او تلبسوها يعني. طب مين بتكون اكتر واحده منظمه في معسكرات الفريقين؟ هي كانت نهله سامر اكتر واحده كابتن يعني. طب مين العكس بقى، اكتر واحده بتكون عشوائيه شويه في المعسكر؟ دعاء محمد. دعاء محمد كده كده. مين أكتر واحدة بيكون عندها هدوء قاتل كده، اللي هو ممكن الهدوء ده يستفزك سواء في الملعب أو بره؟ هو فيش حد هادي على فكرة عندها فيه. فيش حد هادي خالص في لا الفريق؟ لا يعني مش درجة هدوء مستفز يعني. مفيش يعني. طب هادي زيادة من غير استفزاز؟ هادي هي ممكن تبقى عالية بجد يعني، هي عالية هادية أو باردة شوية يعني، مش حماسية بس، لكن كهدوء يستفز ده لا. مين أكتر واحدة بتضيع وقت قدام المراية؟ شروف وادي هتهزقني. مين اللي في المعسكر بتستخدموها كجوجل الفرقة، يعني أي معلومة تروحوا لها هي اللي تجيب لكم معلومة؟ حلو فاشل. لا ده ضايع من غير ما نروح لها، هي بتجيب لنا المعلومات. مين أكتر واحدة فنانة في المعسكر؟ فنانة؟ بتغني بقى بت عندهاش عندها بغني نفسها هنا تيك توك. تيك توك ضايع برضه. ضايع محمد ضايع أي حاجة. ملاحظ إنكم ما بتختاروش بعض. نعم احنا بره المواد دي خالص. طب ممكن برضو تحكوا لنا معسكرات، طبعا بتسافروا معسكرات كتير سواء في مصر او بره، يعني سواء لو مع الاهلي بتبقى جوه، او حتى برضو مع الاهلي لما كنتوا بتشاركوا افريقيا بره ومع منتخب، هل مثلا في مواقف بقى بتحصل في المعسكرات يعني ما تنسوهاش؟ طبعا يعني في كتير قوي يعني، لدرجه انا ممكن ابرز موقف كده ما تنسوش. لا هو اخر حاجه سرقت انا وندى. ده في مصر ولا في اليونان؟ ده كان اخر الموضوع. ضحكنا ضحك غريب. ده كان مضحك فعلا انا وانت. طب مين اكتر حد في المعسكر دايما بتعمل مقالب في الباقي، سواء برضو منتخب او الاهلي؟ مش مقالب بس اللي على طول الهزار وكده ساره دعاء الغباشي. ساره امين. انا ملاحظ انكم اخترتوا الفريق كله ما عدا. شكرا جدا ويا رب يكون الحوار عجبكم ان شاء الله. ميرسي.